يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. لا هذا الموضوع لو اسمح لي. لا السياسة ما نهضر على السياسة. شكرا. لا لا ما نكتبش عليك، ما عنديش فكرة. لا العدالة والتنمية. علاش العدالة؟ ها؟ علاش العدالة؟ خدام مزيان. كنظن أن ديال التراكتور. ديال الحزب ديال الأصل والمعاصرة. سي. ديال العماري. إن شاء الله. وهادو اللي كيقولوا الناس مزيانين، هادو اللي كنسمعوا حنا كنتخبوا عليه، كيقولوا الناس مزيانين كنتخبوا عليه جرى 50، شي اللي عطى الله. جوج د الأعصاب كاينين، من عدالة والتنمية أولا أصل والمعاصرة. إيوا حنا كنقولوا غنصوتوا على حزب الاستقلال. وكنطلبوا إن شاء الله الخير. كنظن الأصل والمعاصرة. والأصل والمعاصرة حيت عنده الأتباع ديالو وعنده مقبول هنا في طنجة. ما عندي حتى شي فكرة على شي حزب، ما نكذبش عليك، ما متبعش كاع السياسة، وهذه تقريبا فوق 15 عام ولا 17 عام فهمتيني، ما صوت ولا هذا. أنت مقاطع بصفة نهائية، ما كانش أختي شي حاجة، كان غير وعود الكذبة، كل صراحة.